وهذا الشعب افتقر والمهنة لمت، الواحد يروح يشتغل مهندس كمبيوتر أحسن. أهرابي أهرابي بتسرق بين العصاية المرصعة بالزلط الكريم؟ على فكرة يا حاج أنا هسيبك علشان عامل احترام للشعرتين البيض اللي عندك دول. دول شعرتين بيض؟ دول شعرتين؟ أنت ما بتعرفش تعد دول شعرتين بيض يا دوحة؟ عايز إيه؟ بقول لك إيه، ما تخلينيش أخرج عن آداب المهنة وزعل مني الهجمين. لو زعل الهجمين ليه يعني؟ وأنا لو ما سبتكش هتعمل لي إيه يعني؟ بقول لك نزل إيدك لو سمحت يا حاج. مين اللي نزل إيدي؟ أنت نزلت إيدي؟ خلاص خليه ولا يهمك. وأنت لا ما رضنيش إن أنت تزعل الهجمين، أنا بقى أتصرف من غير ما تزعل حد. شيل إيدي العصاية؟ آه أهي أدي العصاية. إيه حاج إيه؟ إيه؟ تعال إيه؟ إيه؟ آه آه حرامي حرامي. واسم الكريم إيه بقى؟ حفيدك الصغير رستم. رستم؟ رستم؟ في حرامي اسمه رستم؟ انت مش شايف يعني ده اسم غريب على حرامي؟ والله يا جدي اللي قدامك ده من سلالة العيلة المالكة، بس للأسف بعد ما أمموا نصيبنا في الأراضي ومحلق القطن وقناة السويس. قناة السويس؟ هم أمنوها؟ أمنوها؟ يا نهار أسود، ده أنا ليا فيها فلوكة. فلوكة إيه؟ المهم الزمن دار بينا من أب الجد لغاية ما بقيت زي ما أنت شفتني وضربتني كده حرامي. ولا يهمك خالص، ولا يهمك، لأن بص حرامي ناجح احسن من كونستابل فاشل. المهم التوبه دي ملهاش معاده جدي، يعني انا الصراحه كنت ناوي اطلع حج بعد العمليه دي على طول. حتى بص ادي الباسبور والفيزا بتاعت السعوديه، انا حطيت كل فلوسي في الباسبور والفيزا واشتريت شويه سبح وجلاليب وساعه فيها بوصله، بس قلت اعمل عمليه اخيره كده اكفي بيها مصاريف البيت يعني. اه ايه ده، والبير حرامي؟ البير حرامي؟ وانت يعني كنت هسافر تحج بقى وخلاص؟ يا خلاص يا ده انا هساعدك يا ضبه، ده انت نويت ان انت تتوب توبه وانا هساعدك بقى. ربنا يخليك يا جدي، ايدك ابوسها. لا استغفر الله العظيم، لا استغفر الله العظيم. هذا الباسبور؟ لا الباسبور ده خليه معايا عشان هساعدك يا ضبه، وليك عندي شغلانه حاجه بقى ايه يعني، شغلانه زباله يعني. بجد يا كده الاريال ده بقى ايه يظبط ويلقط بقى اول ما يجي التلفزيون، اوصل الاريال على طول ويلقط بقى من الدش بتاع ام ميرفت ويلقط بقى الفضائيه المغربيه ويبقى كله تمام. حرامي يا ماما. ايه ده؟ اتقبض عليه تاني الفاشل الفاشل. هينجح امتى بقى؟ هيسرق امتى بقى؟ سمعتك خلاص. حرامي يا عادل. سمعت خلاص. حرامي يا ناس. خلاص عرفت ان انا حرامي مهدي بقى. الله لا 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 ولا اوعى توقع التلفزيون ده على الارض، عليه اقساط، خليك تدفع الاقساط قبل ما تسرقه. وانا بقول لك اهو يا لص يا زق الفجر. قلت لك يا عادل ركب حديد على شباك المطبخ، ما سمعتش كلامي. انا دخلت من الباب عادي يا حاجه، ما تكلفوش نفسكم. يا سلام، هتعمل لي فيها يعني؟ خايف على فلوسنا؟ ده انا هفرجك. حرام حرام يا عادل، من فضلك اصل حرامي سنفتيك ورقه. ميرسي قوي يا فندم، ربنا يخليك. انتوا ايه هتقعدوا تسيروا مع الحرامي؟ بقول لكم ايه، كتفوه على ما اروح اجيب الواد رمزي واجيب شويه ناس كده اهو، نمسكوا نورين وعلقه قبل ما نسلموا البوليس. ما حدش يقول لي حرام. عادل يا حبيبي، ارجوك يا حبيبي، احنا مش في غابه، هو في بوليس وفي نيابه وفي محكمه استئناف. وفي محكمه الاسره اللي هوديكي ليها ان شاء الله. اسمعوا كلامي، كتفوه. ها ياسمين. نعم. عارفه القلم الجاف؟ عايزك بقى اما يكتفوه تقعدي تغزيه في بطنه. ها حرام. ممكن الريموت بس بعد اذن حضرتك. حرامي بسكت، حرامي بسكت، حرامي فين الحرامي؟ فين الحرامي بسكت حرامي؟ ايوه جدو. ايوه فين هو الحرامي؟ اهو يا جدو هنا. فين؟ ها ايه ده كده هتفطسوا الحرامي؟ حرامي حرامي عليكم، حرامي عليكم. عشان ما يهربش يا جدو. يهرب وانا موجود؟ يهرب وانا موجود. طب ده انا بره بسكر حرامي ويلا قوموا قوموا قوموا، هرب عليكم. هيفلت منك يا جدو. مش هيفلش. قوموا 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 قوموا، هرب عليكم. ده فتس فتس فتس. انت فين يا عم؟ انت فين يا عم؟
اوعى حرامي كنا جبت سيرتي في حاجه. انا بسجل لك انا بكره هبيسك يا حرامي. اهم جدا الله يبارك لك. الشغلانه اللي انت جايبها لي دي تعبتني قوي. حرامي انت حرامي وجاي تسرق بنت حفيدي عادل سعيد الحيوان؟ حرام عليك يعني. هو عمل لك سرق ايه ده؟ تلفزيون يا جدو، التلفزيون 17 بوصه. وبين الحيوان اللي ماسكه؟ انا يا جدو انا اللي مسكته لوحدي. وانا اللي ساعدتها يا جدو. انت ما ساعدتيش، اللي مسكته لوحدي. يعني انتوا مسكتوه وانت ايه يا حرامي؟ حرامي يا جدو عادل نزل تحت علشان يجيب العصايه والعصبه والناس اللي دمها حامي علشان يلقنوا الحرامي دانسن لن ينساه ابدا. دانسن هيلقنوه دانسن. ومعايا ومعايا عيني يا حرامي. قوم تعالى لو وتلقنوه درس ليه وانا عدي عصايه فوق وعدي سبوره وهلقنوا درس عشان بره كنت في المغرب وفي ومسكنا البوليس. يلا يا عرابي يلا. يا جماعه انا عايز اعمل لجوء سياسي لكوبا. ما حدش معاه تليفون. جيفارا مات اخر خبر في راديوهات. يلا يا عرابي يلا. الله يرحمه. طب كاسترو؟ طيب كاسترو ده وقت كاسترو وجيري ده وقت كاسترو. تعالى حرامي ترى هبهدله. مانديلا؟ طيب حدش معاه تليفون مانديلا؟ وانت جاي تنف انت عايز مانديلا؟ عايز معيش مانديلا. تعالى نف معايا. طب غاندي؟ طيب مناظير بوتو زوربا السوداني اي حاجه يا اخوان. يلا حرابي كويس تعرف سجناه. خش يا حرامي كده خزلتني كده يا حرامي. يا جدو ده انت عليك احفاد ياكلوا الزلط. ده سناء دي ايديها تقيله قوي. سناء دي بقى انا هتقف بينها. البنت دي على طول بتبوظ كل خططي. طيب كذباني دلوقتي قاعد بتفرج على التلفزيون، بتفرج على الفضائيه المغربيه. ما تتفاهم معاهم يدوك التلفزيون ده هديه وتخلينا نخلع احنا من المشوار ده وتتفرج على المغربيه دي براحتك. لا يا ناصح، بص الحاجه اللي بتيجي بالسهل والحاجه اللي بتيجي بالسهل لا ما بيبقى لهاش طعم كده. طعم كده وانت هتاكله التلفزيون ده؟ ولا هو انت اتلابط معايا انا حرامي وهتتلابط معايا وحرامي؟ ولا بص انا هغير الخطه. انت عرفت الخطه الاولانيه؟ لا خلاص انا هغيرها. انا مش فاهم انتوا ازاي تسيبوه؟ هو احنا يعني اللي هربناه؟ ما جدك قفشه من قفاه وطلع بيه على السطوح فوق بيعلمه الادب بيتضرب يا عادل. وفين بقيه العيله؟ دخلوا يناموا، اعتمدوا علينا يا عادل. اعتمدوا على حيطه مايله طبعا. احنا كان المفروض من الاول نبلغ البوليس. بوليس؟ ايه يلا ده؟ انت جايب لي حراميه يمسكوا الحراميه قد؟ ما هم بقى اللي هيفهموه بقى دول. انا قلت كده يعني. بص بقى دول انا عندي راي في الموضوع ده. احنا بعد كده اي حد يمسك حرامي يقوم حبسه عنده في الاوضه ويتكفل هو بمصاريفه عشان ما نكلفش البوليس يا دوله بقى. يا سلام، انت صعبان عليك البوليس؟ يعني كده الحرامي هيبقى جاي له عقد عمل، يعني باب رزق بيتفتح له. بكده هنبقى استفدنا لان احنا هنقدر نفرتر المجتمع من اللصوص وكده هنعرف نعيش في المدينه الفاضله. صح يا رانيا. بص بقى يا دوله انا هطلع لبابا سته علشان نفسي اشوف الحرامي ده بدل ما يموته يا دوله. نفسك تشوف الحرامي؟ اطلع له وبابا جده بقى يا سيدي. ده بقى ما بيفرقش، اكيد هيلوشك اتكل على الله. في حاجه مريبه بتحصل. وبص بقى اهم حاجه احنا هنخش. انت بقى هتروح على الشقه وعايزك تسرق الراديو بتاع العاب بيتي. ها بيتي اسرق الراديو عشان ده بخف وزنه وعالي صوته يعني. وبص الخريطه، ودي الخريطه هنا مصر وهنا هو لبنان عشان ده انتاج مشترك بين مصر ولبنان. وبعدين هنا هو امريكا وهنا عند المطبخ وهنا المطبخ. وانت داخل على المطبخ مالكش دعوه بالثلاجه، مش تقعد تفتح الثلاجه وتقعد تاكل بينها. لا انا بحب اتعشى قبل ما اتمسك. برافو عليك. انا احب الحرامي اللي يصرف على شغله. وهنا كمان السلام عليكم. كبسه ايه يا عم؟ كبسه من مدرس انت بتذنب. تعالى. السلام عليكم، وحضرتك الحرامي؟ الله والله بص انا مبسوط قوي اني شفت حضرتك. والله من زمان انا بشوفكم في التلفزيون والحاجات دي. وحضرتك اشتغلت مع الاستاذ توفيق الدين؟ والله كان هيحصل تعاون يعني، بس ما حصلش نصيب يعني. انا رمزي. انا ارتحت لك قوي يا رمزي. ازيك يا رمزي؟ عامل ايه؟ وانا رمزي نعم جدا. وانت بتحب الحراميه؟ موت انا بحبهم وهم كمان بيحبوني. ده انا اتسرقت قبل كده مرتين، بيعشقوني الحراميه دي. بقول لك ايه يا رمزي، وانت تشتغل مع الحراميه؟
لا 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 خلاص لا يا عم ما تعملش دوشه خلاص بلاش مش عايز بلاش لا انا قصدي موافق موافق يا بابا ستو انت مرتاح له ده يا عم جده ده ولا ايه لا والله مش مرتاح له بس هو حد يسندك برضو يا فاشل يا اللي فشلت في التلفزيون يا فاشل انا 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 يا بابا ستو هسنده انا جربني ده انا اصلا حرامي اصلا انت اصلا حرامي اه خلاص وهجربه بقى وخلاص وانت اطمن يعني ما تقلقش خالص تعالوا معايا بقى عشان هغير غيرت الخطه طب وهو ما حضرش الخطه الاولانيه ويعني لو حضر التانية هيفهم ده غبي غبي بقول لك يعني غبي غبي امال جايبينه ليه لما هو غبي بص مش كل خطه بيبقى فيها نسبه فشل وهو ده نسبه الفشل بتاعت الخطه دي يا فاشل يا رب افشل يا رب افشل طب ما في واحد فاشل جاهز اهو تاخده نفسك بالشراب ده هتشبهنا يا ابني اطفي النور هتفضحنا وشغل البتاع اللي في ايدك دي لا يا رستم اهل البتاع دي افرض خلصت وبعدين انا عايز الحجاره بتاعتها احطها في الحصان اللي هي بتاعي بقى صوتك هتفضحنا ماشي ماشي راقب انت الطريق لغايه ما انا اخش اجيب الراديو ماشي انا الطريق مش لما الاقي الراديو ملامح رمزي بس بس بقولك ايه هو انت رمزي ولا انا اللي بحلم لا هو انا رمزي بس مش عارف اذا كنت انت بتحلمي ولا لا انا صاحي اشرب بس انت جاي هنا تعمل ايه طب انت يعني حضرتك صاحيه دلوقتي تعطلي شغلنا ادخلي بقى جوه عشان خلص الشغل وطي صوتك هتفضحنا خلاص خلاص انا هبقى اشرب في وقت تاني اسكت انت بقى يا خيالات دي قول انت نايمة ها الطريق امان رستو الخطة نجحت ايه يا ابني ايه ايه يلا بينا الخطة نجحت يلا بينا يا بس استنى يا رستو استنى الخطة لسه ما خلصتش لازم اللي جرب الراديو ده اهو نجربه ايه يا ابني احنا هنشتريه يا عم اسمعني يا رستو افرض دلوقتي طلعنا احنا فوق وما لقطش اي قناه ولا حاجه دلوقتي بابا ستو هيقول لي انزل يا دي رمزي وبتاع والسلالم عاليه يا عم عشان انا ما يهونش عليك ما يهونش عليا تعبك ابدا اللهم طولك يا روح يا نهار اسود وطي راسي شويه وطي انت صوتك بتضحنا هو الراديو اعلى من صوتي غير المحطه ايه ده سمعتنا ازاي دي يلا بينا انت لسه هتقعد تعمل لي كده قدامي صوتك يا غبي يا جماعه ارجوكم اوعوا تفهموني غلط امال نفهم ايه وبعدين انت تخصص اجهزه كهربائيه بس وانت ايه يعني فاتح في شارع عبد العزيز يا ماما يا ماما بس حرامي سمبتيك ورقه تاني بابا ستو ايه ايه بابا ستو انا رمزي رمزي ايه ولا مفيش ولا الف مبروك الف مبروك يا بابا ستو الف مبروك عملتوا ايه سرقتوا راديو زي ما قلتلكوا لا الواد رستو متمسك تحت الحمد لله ربنا استجاب له دعايا وفشلنا حرامي كان فاشل واحد دلوقتي بقوا اتنين فاشل اعمل ايه بس يا رب استغفر الله العظيم انا اللي قفلت عليه المره دي بقى لا تقول لي جده ولا ام جده انا ظبطتك متلبس هوديك الاسم يعني هوديك الاسم لا لا حرام بليز يا عادل ده حرام عشان فتشيك ورقه خالص ميرسي يا بيبي بليز اديله فرصه تانية ما هو اصل القانون بيقول لكل حرامي 3 محاولات ده في انه قانون ده ان شاء الله قانون البلاي ستيشن كده يا مفتري تاخد الراديو بتاعي اللي بسمع فيه ام كلثوم وقال الفيلسوف خش يا فاشل ورا كل شويه اروح اضمرك واجيبك من حته كل شويه اروح اضمرك يا عم اديني الباسبور بتاعي بقى وخلصني عايز ابعت امي تروح تحج وانت بقى بلغ عني وسلمني للبوليس براحتك وانت كنت عايز تروح تحج قبل امك ما تروح تحج طب ده انا بره كنت انا عايز اروح احج قبل امك
وأمي، وكنت في المغرب وبعدين قلت أروح أحج يلا. طب أنا دلوقتي يعني أراضيك إزاي أنا دلوقتي؟ يا جماعة بصوا بقى، يا جماعة بصوا بابا ستو، إحنا بقى أنا هقول لكم على فكرة جديدة خالص. أوه. إحنا دلوقتي سرقة البيت بقت خطرة علينا دلوقتي وما بقتش مناسبة لينا، لأن الحرامية الكبار اللي زينا ما ينفعوش في الشقق دي. صح. إحنا أنسب حاجة لينا سرقة البازار اللي أنا شغال فيه، اللي هو بتاع دول حبيبي. ها احنا نروح نسرق البازار، ودلوقتي البازار ما فيهوش غير انا، وانا جبان بخاف من الحراميه، فهنسرق بسرعه وكده هون العمليه هتتم بسلام وامان. ايه رايكم بقى؟ وبالمره كنت عايز اسرق حاجه مهمه قوي من البازار. وانت تقعد تقول كلام كتير، قعدت ربع ساعه بتقول انا خلاص، انا بقى انا هتصرف انا. وبصوا انا اقول لكم على فجاه ايه العمليه دي، انا هنزلها معاكم بنفسي. الله 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 يا اكبر حرام يا بابا ستو. الواحد بقاله فتره يعني ما سرقش حاجه، بس خلاص بقى قررت اسرق. وبص تعالى اوريكوا الخطه عند اللي هي اللمبه بتاعت الخطط واللمبه دي، وانت بتنزلها كده اهو، وبعدين بتطلعها كده وتنور، وتنزلها كده اهو، وتقعد تطلعها كده وتنزلها. وبص بقى العضلات، بص العضلات. ارمون عرفته؟ انت فهمت حاجه يا رمزي؟ لا. يعني عرفت هنعمل ايه ولا ايه؟ الحكايه دي غريبه، انا حاسس ان في سر معين، لان الحرامي تاني مره نقفشه وجده يمسك الحرامي وبعد كده يرجع تاني الحرامي. اعتقد ان جده فشل في اقناع الحرامي ان الجريمه لا تفيد وان الاصلح العمل الشريف. لا 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 لا، جده ما بيتكلمش بالاسلوب ده خالص، يا ريت يقول الكلام الحلو ده. انا حاسس ان هو اللي ورا الموضوع ده كله. ايه ده؟ تقصد تقول ان جده متواطئ ورا كل اللي بيحصل ده؟ ده مش بس وكده، لا مش بس وكده خالص. لا جده ده لعلمك بقى، الراجل ده خطر، وانا شاكك انه في المغرب كان وراه قضايا وان البوليس الدولي بيدور عليه. انا بقى هبلغ فيه البوليس الدولي. لا لا لا، وعارف ايه كمان؟ اصلا جده كان في امريكا، ممكن يكون هناك اتعرف بمستر اكس او اكس بقى واي زد، انا ما تفرقش معايا. جده ده انا مش هستنى عليه لغايه اما مثلا يعمل لي سندوتش مفخخ وياكلهولي. ده الراجل ده مرعب رهيب. توصل تقول ان هو عايز يعمل انقلاب وعايز يبقى رب الاسره؟ لا 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 لا، احنا لا يمكن نسمح بهذا التجاوز اصلا. انتوا يا ماما اول ناس هتجروا اول ما تلاقوا اول توكه حزام اترفعت عليا، بس انا بقى اللي مش هسكت، لن اسمح بهذا التجاوز. ايه هيرميني بعد كده في المنور؟ لا بصي، انا هطلع دلوقتي اتجسس عليه واكتشف بيفكر ازاي، عايز يعمل ايه، اي حاجه. عادل توخى الحذر. سافعل. عندي خطة لسرقة البازار. احنا نروح نكمم عادل ونسمم التماثيل، وبكده البازار يبقى في ايدينا. وفين بقى هي الخطة؟ ما قالك يا عم جدو هنكمم عادل ونسمم البازار وبكده التماثيل تبقى في ايدينا. لا انا عندي خطة تانية خالص. ايه؟ احنا نسرق البازار ونقعد نعمل كده. كل حلفائك خانوك يا عادل، حتى رمزي الحيوان. يا عم جدي ارحمني بقى، اعتقني، نديني بصموري، نفسي اتوب، نفسي اعيش حياه شريفه يا ناس. ايه يا رسم انت متسربع ليه على التوبه كده؟ هتتوب يا عم. بص انت التوب على العيد احسن، اسمعني. ايوه هتبقى اجازه وهتعرف تاخد اللي انت هتاخده، تمشي بقى براحتك. بص يا ده حرابي، يا حرابي بصمورك هيفضل عندي. وبص انا عايزكم تركزوا في الشغل، عايزكم تركزوا في اكل عيشكم. تعالوا معايا، شايفين البتاع دي؟ ايه هنسرقها؟ لا يا قط تسرق ايه؟ دي انا عايزكم تتدربوا عليها، عشان دي اللي هتخش كده وخش كده وخش كده. عايزكم انتوا الاتنين مع بعض شدوا على طول، واحد اتنين وشدوا على طول، واحد اتنين تلاته. كهربتوا؟ انا اللي كهربتها. يلا حربيه. ايه ده؟ مين ده؟ انا رمزي يا بابا ستو. هو عامل حرامي؟ طيب دلوقتي الساعة بتاعت الصفر هتبقى الساعة 13، اظبطوا منبهاتكم. ماشي. معاكم منبهات؟ لا. خلاص نبقى نسرق بقى منبهات. خلاص أنا غيرت الخطة. إحنا هنسرق منبهات، نظبطها مع حد تاني ونبقى نعمل خطة، خلاص؟ ماشي. اتفقنا على الخطة؟ اتفقنا بابا ست. يلا بينا. كده يا جدي، حتى الراجل اللي عايز يتوب قافش عليه.
خش يا حراميه، خش خش، برافو عليكم برافو عليكم. يا ده انا حبيت السرقه قوي، هي والواد رستم. وسرقنا وقشطنا كل البازار والحمد لله وعمليه ناجحه. شايفتوا ايه ده؟ انا سرقت البرتبه، سرقت البرتبه، سرقت. وايه ده؟ وايه ده؟ انا رسوح، انا رسوح. البون ذكرياتي، البون ذكرياتي اللي فيه كل تاريخي مع الحريم السرق. السرق يا اخوانا حرام عليكم. مين اللي سرق؟ مين اللي سرق؟ بس يا بابا ستو، اكيد اكيد الولا رستم هو اللي سرق. لا ما تجيش منك يا رمزي، ما تجيش منك، ده انا كنت معاكوا يا راجل. يا جدعان حرام عليكم يا اخوانا، اعتقوني وبلغوا عن انا حرام، انا حرام، انا حرامي يا ناس، انا حرامي يا ناس، حد يبلغ عني البوليس يا اخوانا. يا حرامي، ودي جايبه منين دي؟ من البلكونه من عندكم يا سريه. من ايه ده؟ انت حرامي، ده انت حرامي. بص يا بابا ست، ودي بقى انا سرقتها من البازار. بص كان نفسي اسرقها من زمان، شبهي بالظبط، صح يا رستم؟ يلا رمزي، حصلت تسرق اخوك. مساء الخير ايتها اللصوص. ايه ده، انت عرفتنا؟ ايه ده، ايه اللغه العربيه اللي دخلت علينا دي؟ على رانيا سعيد، مندوبة عصابة عادل سعيد لسرقة محتويات غرفة جده. يا خبر ابيض، ودول حبيبي فتح عصابة؟ لا ده انا كده بقى اشتغل معاه حتى لو ببلاش بقى. سلام عليكم، ادي اول سرقة. سلام يلا رستم. عربي، بالنسبة ليك مستر فيف. سيف مين يا فندم؟ انا رستم، انا بقيت واحد من العيلة خلاص. باسبورك في حوزتنا تحت عند استاذ عادل سعيد، انزل خده. بجد ربنا يكرمك، والله العظيم لا ادعي لك في الحج ولا. رمزي، رمزي. يا رستم انت هتوحشني قوي يا رمزي. والله انت اكتر يا رستم، احنا مش هنشوف بعض تاني؟ طب ما ناخد موبايلات بعضينا. يا ريت يا ريت. خد يا حبيبي، خد يا حبيبي. سمعني صوتك بقى. هتوحشني والله. انت اكتر والله. سلام عليكم. يعني الواد الهفق عادل هو اللي جه قلب الاوضه؟ ايوه يا جدو، وبعتني عشان اعمل معاك مقايضه، تسلمه محتويات البازار يسلمك محتويات الغرفه. كده بقى هضطر الجا للسلام مرغما مرغما، مش بمزاجي يعني، هرجع للسلام عشان اخد كل ذكرياتي وكل التاريخ بتاعي. بس بعد كده هنتقم هنتقم، وممكن كمان اولع في الاوضه اللي انا ساكن فيها دي. هنتقم هنتقم. دولا دولا، جبت لك شريط ام كلثوم اللي انت عايزه يا عم. جبت الاطلال؟ الاطلال، ايوه هي دي الاطلال طبعا. انت شفت يالا الاغنيه دي، ام كلثوم بتقول كيف كان الحب امسى خبرا وحديثا من احاديث الجوى. شفت الكلام؟ الله يا دولا الله. الا يعني ايه الكلام ده يا دولا؟ يعني الكلام، انت مش فاهم الكلام بتاع الاغنيه؟ لا. يخرب بيت. بص يالا، كيف كان الحب امسى خبر، يعني كيف كان الحب، عارف انت الحب اللي هما اتنين بيحبوا بعض. امسى خبرا، امسى اللي هو ايه، اتمسوا بالخير عشان ايه اتاخرتوا الدنيا ليله. وخبرا هجيب خبرك لو اتاخرت تاني، انت فاهم؟ يا دولا الله على الكلام. مين اللي كاتب الكلام ده يا دولا؟ ده الاطلال يا ابني، قصيده جامده للشاعر الكبير الاستاذ رياض الصنباطي. طب دولا يعني ايه الاطلال؟ يعني ايه بس هي دي بس اللي انا مش فاهمها يعني. الاطلال لما بيكون ايه، مثلا واحد واقف في الطل كده وعمال بيطل على واحد تاني واقف في الطل بيطل على، يعني هم دول الاطلال بقى. انا بقى كنت فاكر حاجه غير كده خالص يا دولا. شوف الزبونه دي. حاضر اهلا وسهلا حضرتك، اي خدمه؟ عايزه تمثال ولا ورق وردي؟ انا عايزه اشوف توت عنخ امون. ايدك على 200 جنيه. انا عايزه اتفرج بس، انا ما بشتريش. لا واحنا هنا حضرتك في المتحف، احنا هنا بنبيع بس حضرتك. كم من تافه تعثرت به ليلا. دي الاطلال صح؟ امسيت ثم اصبحت دونه صبحا. اذا الكلاب عوت لا تستغربي ولا تسألني نفسك هل هذا صوتا لبلبلي. كم من صدفة كشاعرة تلقيني أمام شاعري. يا أهلا وسهلا، شاعرة عندي في البازار، اتفضلي يا فندم. يا أهلا وسهلا. رمزي نريد اتنين حاجة ساعة. حاضر يا دول. أنا الشاعرة حفيفة حب، رئيسة رابطة الشعر الميتم. يا سلام، رابطة الشعر الميتم طبعا معروفة، اللي انشاها الأستاذ سعد اليتيم الله يرحمه. أيوة، وعضو نشط في جمعية القصيدة العمياء. أيوة طبعا، القصيدة العمياء اللي انشاها الأستاذ سيد لعور الله يرحمه في قصر ثقافة الأنفوشي الله يرحمه. إيه ثراء المعلومات ده؟
أنا للأسف كنت فاكراك زي بقية العامة والدهماء اللي ما يفهموش قيمة الشعر. إيه ده؟ أنا ما فهمش قيمة الشعر؟ لا بقى، ده حضرتك أنا حافظ كل القصائد بتاعت الشعر. عندك مثلا الأطلال اللي هي اتمسوا بالخير عشان الدنيا ليلت وهنتأخر، وبدل ما أجيب خبرك صح ولا لا؟ أين حاجة ساعة؟ روح هات حاجة ساعة. حاضر يا دولة، حاضر. يا للأسف يا مدام شريفة، الكلمة أصبحت رخيصة. أنا اسمي هفيفة حب. أنا أنسة. أنا راهبة الشعر الميتم، وسوف أعيش في محرابه حتى سكنات الموت. عارفة سكنات الموت اللي هي قبل سكنات المعاد اللي هي بعد حدائق الموت؟ أيوة. بس مين يقدر؟ حضرتك أنا أقدر طبعا، لأن أنا شاعر بالصليقة مع حضرتك، الشاعر عادل سعيد. عادل سعيد، عادل سعيد سعيد، أنت عارف اسمك بيجمع بين إيه؟ بين العدل والسعادة. يا له من رمز. لا حضرتك ده بقى يبقى اسمي أنا رمز ابن عم عادل سعيد. أنت إيه اللي خلاك تتكلم؟ ولا رمز إيه؟ روح هات الاثنين حاجه ساعه عجل. حاضر يا دول، حاضر. وماذا عن مؤلفاتك؟ حضرتك انا عامل 12 ديوان في البيت يعني، وحوالي 35 قصيده فرط كده هو يعني، غير ما يستجد من افكار بتجيلي وانا قاعد. انت محتاج اطلاله جديده، اشراقه يوميه. من الممكن ان نتقابل ونقرا أشعار بعضنا البعض ونتعرف على بعض أكتر. حضرتك ممكن أخذ منك رقم موبايلك؟ أنا أكره الحياة المدنية، موبايل، كمبيوتر، خلاط، الآلة هرست الإنسان، هرسته. يولع يستاهل يتهرس طبعا. حضرتك يعني طيب بقى كيفية الوصول ليكي هعمل إيه يعني؟ من الممكن أن تجدني في خلوتي الشعرية من الساعة 5 لـ 6 في المطعم اللي جنبك. طيب هل أستطيع أن أشاطرك بعض اللحظات في المطعم؟ بس كل واحد على حسابه. حضرتك أنا ممكن أعزمك. من فضلك يا أستاذ عادل ما تحاولش تفرض سلطتك الذكورية عبر استخدام المال. خلاص يا فندم، كل واحد يحاسب لنفسه، ما تزعليش. وعلى لقاء. على لقاء. على لقاء. على لقاء. لا 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 لا. دولا دولا. انت خدت من البت دي 200 جنيه ولا لا؟ يا ده مش مهم يا رمزي. لا مش مهم، يا روح اجيب لك من شعرها كده هنا. ايه العنف اللي طلع لك فجأة ده؟ ما انت طول عمرك مسالم واهبل والناس بيضحكوا عليك. مش مهم يا، وبعدين القسوة دي ما ينفعش تبقى مع شاعرة رقيقة. دولا انا خايفه سيكون حبتها دولا من ورايا. لا يا لا، حبها ايه يلا. دي اختي في الشعر، ما تجوزليش يعني. في البازار كان اللقاء وهمس الاشعار، في البازار كان رمز الحمار، في البازار التقت المواهب كالانهار، فرعا رشيدا وفرعا دمياطا، وكانت تحمل الكتب تحت الباطن. وفي البازار زي ما قلنا قبل كده كان هناك رمز الحمار. هو ايه ده؟ دي مذكراتي اليوميه، بكتبها يعني بشكل شعري كنوع من انواع السرد. وانا بقى كزوجه فين من اشعارك دي؟ حبيبتي تعايزاني افضح بيتي في اشعاري؟ الاشعار دي ممكن تتنشر في اي لحظه يعني. طب وايه بقى التقاء الانهار وفرعي رشيده ودمياطه دول بقى؟ دول يا حبيبتي كنايه عن الحدث اللي حدث النهارده. لقد اصبحت غامضا يا عادل، ومع ذلك انا عايزاك تفضي نفسك بكره الساعه 5 عشان تيجي معايا عند بنت خاله مامي عشان سبوع بنتها تو مادر خلفت توأم ما شاء الله. لا يا حبيبي ده اسم تركي مركب. بس يا حبيبتي معلش يعني مش هينفع اروح معاكي لان عندي مواعيد هامه جدا. يا سلام،
مواعيدك اهم من علاقاتي باسرتي. علاقاتك باسرتك ايه بس؟ انا مش فاهم. اسرتك كلها مرميه عندي بره هنا اهو. هتقولي لي علاقاتي باسرتي؟ وبعدين يا حبيبتي انا الشعر ده كل حياتي، وانا عندي فرصه ان انا اقابل توام الشعري. على فكره يا عادل بقى، الشعر حاله متفرده بذاتها ولا يعتمد على الثنائيات. ازاي بقى؟ ما انت عندك اي شاعر في الدنيا بيعمل ايه؟ بيبقوا اتنين شعراء بيكتبوا مع بعض، تلاحظي حتى البيتين دول بيبقوا مكتوبين كده اهو، والشاعر ده شغال في البيت ده والشاعر ده شغال في البيت ده على طول. يا حبيبي دي كانت فتره بدايات تكوين المدارس الشعريه، لكن المدارس الشعريه دي خلاص انقرضت يا قلبي. انقرضت ايه اللي حصل لها يعني؟ وقعت في الزلزال؟ لعلمك كل الشعراء بيكتبوا اتنين مع بعض اتنين مع بعض، يعني عندك مثلا صلاح وجاهين، وعندك بيرم والتونسي، برغم ان بيرم والتونسي ده واحد كان من تونس وواحد كان من بيرم، بس كانوا بيتقابلوا يكتبوا مع بعض عادي يعني. الله، على فكره يا عادل اصبحت معلوماتك في الشعر فظيعه. انا عارف طبعا، بس على فكره مش انا لوحدي، انا النهارده لما قابلت توام الشعري بنفس القدر من المعلومات اللي عندي عندهم يعني. على فكره انا ادعوك بالتمسك به. من غير ما تدعوني، انا عندي ميعاد الساعه 5. خلاص، وانا هضحي واروح لتومادر لوحدي. طبعا انا معاك جدا. طب انا اعمل ايه بقى في ديواني ساهاتفك ليلا؟ لا، ديوان حضرتك ساهاتفك ليلا ده حضرتك يعني متهيألي معبر عن نفسه، ممكن تنزل عليه اعلانات موبايلات، وممكن تنزل برضو كمان اعلان بتاع هاتفني شكرا يعني. حضرتك قلت لي الديوان بتاعك اسمه ايه؟ يا فساتي بحر. يا فساتي بحر. بس احنا كده بنهوي بالشعر لقاع المجتمع. حضرتك احنا لازم نبقى مع الشباب ومع التجديد، مش معقولة هنسيب الولاد والبنات طول الوقت بيبعتوا لبعض مزدات يعني. احييك جدا واربط على كتفك. انت بعت القضية يا هفيفة. ومش بعتش ايه موبايل وتبقي شاعية اشطاية. وبكرة تبيع موهبتك على أرصفة الحياة المدنية. يبقى في العتبة بقى ايه، فرد على الرصيف كده وبتبيع اشعار عادي جدا يعني. انا ماشي. وانا كمان ماشي. يا شعرة مش معقولة يعني هتزعلوا نفسيكوا عشان ايه؟ ده اختلاف وجهات النظر لا يفسد للود قضية. يا شاعر يا شاعر، بعد اذن حضرتك، حضرتك الاسم ايه؟ انا ما تعرفتش. انا الساعي ابراهيم زغيوي. يعني بتمضي كده الساعي ابراهيم زغيوي؟ يا عيني يا شاعر، شكرين قوي شكرين. لا تغضبي لا تغضبي، الجو خلاص اتلوث، مش ممكن الطاقة السيئة دي. ابناء الجيل الواحد بياكلوا في بعض. والله يعني عارفة حضرتك أنا سعيد جدا إن أنا قاعد مع موهبة فظيعة زي حضرتك، ما تتخيليش مدى سعادتي يعني. أستاذ عادل، أنا كمان حابة أعرف موهبتك أكتر، ممكن تسمعني حاجة؟ طبعا ممكن. كانت هفيفة في البدء زبونة، كانت تتحدث برعونة وتقول الله هما هيخوتونا. الواد رمزي قال لي ايه ده؟ دي مجنونة؟ قلت له لا، انها جوهرة مكنونة، وانا وهي اصبحنا زي الليفة والصابونة. يا للهوس، لم تسمع اذني شعرا من هذا من قبل. بصراحة انا ما سمعت الشعر انضف من كده. على اساس الليفة والصابونة بينضف الودان يعني. استاذ عادل، يبدو أن الانسجام متبادل والتلاقي ملتحم والتعاطف منسجم، وأنا بصراحة كبرت بقى خلاص كده يعني. أيوة حضرتك، يعني قصدك إيه بكبرت؟ يعني عادي، إحنا إخوات يعني كشعرة لازم نساعد بعض يعني. شعرة، يبدو أنك خجول وما بتعرفش تعبر عن مشاعرك زيي. لا والله أنا بحس يعني عارفة حضرتك إن المشاعر اللي بتيجي بسهولة بتمشي بسهولة يعني. أستاذ عادل. أيوه. إنت عارف طبعًا إن لحظة المخاض الشعري دي ممكن تيجي في أي وقت. أيوه. ولطيف قوي إنه البني آدم يلاقي حد يسمعه في اللحظة دي، وما بالك بقى لو كان الحد ده طقم الشعري. ايوه عارفه حكايه الطقم الشعري ده، انا ياما موضوع اللي هو الاشعار يعني ما كانتش بتيجي بسهوله عشان كنتش لاقي توام الشعري يعني، سبحان الله. بس يعني عارفه لقيتك اهو الحمد لله، يعني ممكن تبقي توام الشعري يعني. تسمح لي انك تكون اذني الثانيه في لحظات مخاض الشعري؟ يا سلام، انا كلي اذان صاغيه، اتفضلي حضرتك. مش حابه يعني ابقى بتقل عليك.
لا حضرتك مش بتقيله حقيقة بتزنقة هي يعني بس يعني اتكلمي يعني. لا 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 خلي اللي فيه لي في كيس اسود هاخده معايا البيت. واضح ان حضرتك بتجري على شعر صغيرين. ايه اخويا الصغير ساب المدرسة واشتغل شعر، واخويا الاصغر منه معدي بلون خراطة ودلوقتي سعره بيكتب نسر، واختي ايوه مالها اختك؟ مقضيها قصص كثيره. يا ما شاء الله يعني البيت كله يعني شعراء، يعني الواحد يحس كده ايه بيت الشعر يا بيتنا على بابك قصايدنا بيت الشعر يا بيتنا. عادل عادل اصحى يا حبيبي الباب بيخبط. مين اللي هيجينا الساعه 3 الفجر ده؟ شوف. ايوه 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 دولا حبيبي محتاجينك يا عادل، انا في حاله مخاض شعري ارجوك ساعدني. ادخلي سخاني ميه مرات عمي بسرعه في طلع شعري دلوقتي. والولاده الشعريه القيصريه دي ما تجيش الا في انصاص الليالي يعني. مين دي يا عادل؟ دي الاستاذه هفيفه حب توأم الشعري. ابعدوا عنها دلوقتي، احنا بصدد ميلاد قصيدة جديدة. وانت نفسك في ولد ولا بنت يا دولا؟ احتاج اليه، احتاج اليه بين سكنات الليل وهزيع الزمهرير. هتزيع؟ دي بان عليها مذيعة. لا لا الحقها يا عادل الحرام، دي هتموت، هاتوا دكتور. لا هي مش محتاجة دلوقتي دكتور، هي محتاجة مدرس اول لغة عربية. انت طبيبي، حضرتك بتعكسي جوزي قدامي. لا 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 رانيا بتعكسني ايه يا رانيا؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ لا يا ماما دي شاعره. شاعره ايه؟ دي خيانه معلنه. اتلميت عليها في انه عصر الثقافه دي؟ اصل ايه يا حبيبتي دي تربيه حواري. لا لا يا ماما دي ست مجنونه، اطلبوا لها مستشفى المجنونات. لا لا بلاش مستشفى المجانين دي يا دولا والنبي. اه طبعا خايف تتمسك انت انت كنت. دولا بينها بتخرف، طلعوا بره طلعوا بره. ايه الاوفر بتاعك وسخنه قوي، بتحط ايدك على بوتاجاز؟ انا ما اسمحش، ضمير الشعر ما يسمحش انها تطلع بره. شفتي يا مامي؟ شفتي خايف عليها ازاي؟ هيموتني. ارجوكوا مش عايزه عطف او شفقه من حد، جنبات الليل اولى بيا. خلاص يا جماعه انا هوصل البت دي يعني، يلا قوم يا بت او بالمره تغسل لي هدومي في البازار. بت ايه وتغسل لك هدوم ايه؟ انا هاجي معاكم. لو رحت معاها هترجع مش هتلاقيني. انا بقولك اهو. خلاص رمزي خدها وانا صاحي طول الليل، لو حصل اي حاجه كلمني. ها حاضر يا دول. على لقاء. على لقاء. على لقاء. ما حدش هيفهمني ابدا بقى. بقول لك ايه، انا عايزه تفسير مبرر ودقيق وواضح للعلاقه دي. رانيا انا قبل كده قلت لك ان انا اخيرا لقيت توأم الشعري. ايوه صح انت قلت لي، بس انا كنت فاكراه راجل مش ست. الشعر ما يعرفش راجل ولا يعرف ست، في النهايه هي شاعر. بقول لك ايه، الست دي مش طبيعيه وبتحبك. تحبني ايه يا ماما؟ دي توأم الشعري لا يجوز شرعا. ده من وجهه نظر حضر الجراب سيادتك، لكن من وجهه نظر الطرف الاخر فهي تعشقك حتى اخمص القدمين. لعلمك بقى انا ما لعتش الجزمه قدامها. بقول لك ايه، ما تجننيش، انا ست وافهم الست كويس، الست دي ما تشوفهاش تاني. بصي انا ما اقدرش اوعدك، لكن اوعدك ان انا مش هقابلها غير في الندوات الشعريه فقط. بقالي 10 سنين
سنين بكتب شعر عن الحب والمشاعر ومعرفش ايه، ومفيش حتى تنتوفة راجل رقعني صفارة معاكسة وانا ماشية. شباب مصر شباب محترم، يمكن مش عايزين يجرسوك في الشوارع. يا سلام، جت علي انا بقى يا اخويا اللي مش عايزين يجرسوني، ما يجرسوني ولا يبهدلوني ولا يعملوا فيا اي حاجة. رانيا كان عندها حق. طيب انا هضطر استأذن انا بقى. يعني لا اما اتجوزك يا اما تقتليني. بالنسبه للجواز مش هينفع، تقتليني الحقيني واقتليني. الحقوني. هفيفه المهفوفه تهفت في دماغها وجايه وراها وعايزه سكينه وعايزه تقتلني. طبعا طالما تحب واحد زيك تبقى لازم تكون مجنونه. شفتي يا عادل، قلت لك انه في حب انثوي صاروخي، قلت لي لا ده حب شعري، ما صدقتنيش. بابا افتح الباب. لا لا يا قوي تفتح الباب، لا تكون هي. بليز. خليكوا حدش يعمل اي صوت خالص عشان لو هي ما تعرفش. حدش يعمل صوت. دروات رمزي. امين. انا رمزي يا دولة. في حد معاك يا رمزي؟ لا انا لوحدي خالص، وجايب لك ايراد المحل كمان، افتح بسرعة. ايه جايب لي الايراد دلوقتي ليه يعني؟ يا حبيبتي اهدي بس، انا والله متفهمه موقفك كأنثى مجروحه، لكن العقل اسلم في المواقف دي بكتير. عقلي ايه يا ماما، دي خلاص بقت في الجمالات كرسمي. استهدي بالله يا بنتي، دي اساسا محتاجه زار يطلع العفاريت من جدتها. هو انا مش واحده حلوه ومن حقي احلم واتجوز واسيبني من الشعر والكلام الفاضي دي؟ انا كعب رجلي مبرق من اللف في معرض الكتاب. وايه خدت ايه؟ قولي لي خدت ايه؟ انا عايزه راجل كده اتجوزه ولما يرجع يلاقيني مش طبخه يرقعني على لو على قد ألمين ما تقوها، لو على قد ألمين انا تحت امرك يعني. وايه المبرر الدرامي؟ لازم تبقى جوزي. ما حضرتك بحثك عن المبرر الدرامي وعن الثقافه دي هي اللي مودياكي في ده يا حضرتك. يا حبيبتي معلش سد الجواز اتاخر، انا عايزاكي بقى تصمدي وما تتهزيش. ما تتهزش ايه، دي خلاص دي طايره. يعني هو لازم جواز؟ ما تعيش حياتك على النت. انت الحبيب وانت الدواء، هيا بنا على المخزون. طب ما انزل اجيب المخزون هنا بدل ما يهرب منك تحت يا بيه. تعالوا يا دكتوره، اهي بنت المجانينه اهي. انتشروا. حرام عليكم، سيبوني بقى، انا عايزه اتجوز. تاني يا حفيفه، تاني؟ ده رابع راجل تحاولي تخطفيه. ها رابع راجل، انا بقى هرجعك تاني يا اختي وهكهربي. كهربا؟ لا والنبي لا، بخاف من الكهرباء. نو كهرباء. لا يس كهرباء، كهرباء كهرباء، وهات فرده هنا، هات فرده. خدوها. الحمد لله. يا اختي عرفت منين يا ام ميرفة؟ اسكت يا ام عادل، ده ربنا ستر. اه والله انا لسه بفتح باب الشقه يا اختي وبطلع كيس الزباله جنب الباب، لقيت المدهوله المجنونه بنت المهابيل دي ماسكه سكينه والدهولي ده قدامها، قلت يا لهوي في مصيبه هتحصل، على طول على التليفون. ايوه ده سعاد الغاليه عندي. امال ايه؟ اصل انا اعرف المهابيل دول كويس قوي، لان سلفت ابن اختي كانت مجنونه بعيد عني، ولعت يا اختي في نفسها بالجاز وولعت في البيت كله. الف سلام عليك يا سعاد وعلى اهل بيتك يا اخويا. الله يسلمك. ايه حكايه المجانين دي يا دكتور؟ مش عارف اقول لكم ايه يا استاذ. خدوا بالكم من عيالكم. الله المجانين بقى مالوا البلد، مالوا البلد. الله، ودي بقى ممكن تهرب وتجيلكوا في اي وقت تاني. تهرب ازاي يعني حضرتك؟ هو مش حضرتك مدير المستشفى؟ ايوه. طيب ازاي تسيب واحده مجنونه زي دي تهرب، ولا واحد مجنون زي ده يهرب من عندك من المستشفى؟ ايه ده انا دولة؟ عايز حضرتك ده مجنون. لا 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 البوم عمرو دياب الجديد يحقق اعلى مبيعات بعد ظهوره بالنيو لوك. اي كلام بيكتبوه خلاص، ايه علاقه النيو لوك بالمبيعات يعني؟ صح يا دولا. دولا هو يعني ايه اللي هو النيو لوك ده؟
نو لوك اسمه نيو لوك. نيو ايه ياد؟ انت مش طالع من اعدادي ياد وكنت عارف انجليزي ياد؟ ما ايوه دول، ما انا طالع من اعدادي بسبب الانجليزي ده. ليه يا ابني؟ ده الانجليزي ده سهل جدا، فيري ايزي. لا يا دول، اصل انا الماده الوحيده اللي ما كنتش بفهمها هي الانجليزي دي. ده على اساس ان انت كنت فاهم المواد التانية. عموما نيو لوك مفسره نفسها، نيو يعني ايه؟ نيو يعني شباك. شباك؟ اي هيصه جاي فيها نيو. يلا نيو، نيو يعني مثلا جديد. هو نيو يعني جديد، يعني لما بلاقي واحد راجل مثلا لابس حاجه جديده بقول ايه؟ الراجل ده لابس جديد في جديد، يعني لابس نيو في نيو. يا دولا صح. ترين وانا بروح اشتري لمبه جديده من عند الكهربائي بقول له لو سمحت عايز لمبه نيو. نيو؟ اه لمبه نيون يعني جديده قوي. يلا لانج يعني. امال الشباك يعني ايه دول؟ انا نسيت. اللي هو الشباك اللي هو دور، دور اللي هو مثلا ما اجي اقول لك اوبن ذا دور يعني اقفل الشباك كده يعني. يا دولا عليك يا سلام. والله يا دولا ده انا من غيرك ما سواش حاجه. وبيا ما تسواش حاجه برضو يا رمزي يعني. طب يا دولا بقى اللي هو اللوك يعني ايه؟ اللوك اللي هو اما باجي اقول لك مثلا بص على حاجه بقول لك لوك 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 لوك. لوك 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 اللي هو الكلام الكتير وصداع. لوك كلامي يا غبي اللي هو توك 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 اللي هو الكتير بقى. توك 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 اللي هو بيمشي في الشارع ده بيكلم. اللي بيمشي في الشارع بيتكلم؟ لا يا دولا. طب امال ايه؟ اي كلام جاي فيه وخلاص؟ ولا انا مش عايز اي توك توك معايا، اطلع على المخزن عايزك تلوك لوك عليه وعايزك تنضفه وتخليه نيو نيون بيلمع. يلا دول ما انا لسه. يلا جو جو. ما دول لسه. نو ما نو. طب انا عايز ال. طب انا هنا ام يا دولا. طب ان يا دولا لو سمحت. ها خلصت الانجليزي؟ يلا على هناك. ماشي ماشي. حته مر استاذ عادل تحت امرك. يا حته انا طالب شاي قبل الراجل ده، انت دي تاني كوبايه بتنزلها له وبعدين يعني. وانا كمان يا دولا ما حدش نزل لي حاجه. انت طلبت حاجه؟ لا استاذ عادل بعد اذنك بقى يعني سيبنا نشوف السبوبه. يا سلام، هو يعني الراجل ده بيدفع فلوس وانا بدفع طوب يعني ولا ايه؟ لا بتدفع بس لا مؤاخذه يعني كل برغوته على قد دمه. الله 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 الله، بقينا برغيك كمان. يا نهار اسوح، فين ايام ما كنت بس ايه تتمنى الرضا نرضى. يا دوله دي قله الاصل على السيف. وعلى السكينه بطيخ. وياما دقت على الراس كفوف. وياما دقت على الافوف كفوف. الله الله الله، انتوا هتلونوا عليا انتوا الاثنين بقى ولا ايه؟ وهنلون عليك ليه وانت سبوره؟ دوله اروح اجيب البشاوره يا دوله؟ اجيب البشاوره عشان نمسح له بقى بيها ملامح وشه. بس كده يا دوله السبوره هتتمسح ومش هنعرف ندفع. بص بص بقى رمزي، انا يعني ساكت عشان استاذ عادل قاعد بس، انما لو كنت لوحدك كنت وريتك. ايه هتعمل له ايه؟ حته ما تخلينيش اغضب عليك، اقوم اقطعك لمية حتة. يا دولة والنبي، ونحط بقى كل حتة في حتة. بس بقى اسيب لي حتة. كده كده ماشي. طب انتوا بقى الاثنين زباين كحيتي، واخركم اتنين شاي وما تدفعوش اصلا غير الحساب وما بتدفعوش بقشيش. يا سلام، اخرنا اتنين شاي ليه؟ احنا امبارح طالبين ثلاثة شاي. ثلاثة شاي بعد ما كسرتوا التانية، وانا اللي دفعت ثمن الكوبايه اللي اتكسرت. يا حته يا حته لحظه. ايوه يا باشا، الراجل اللي بيننا بقى ده استاذ عادل بيدفع بقشيش 5 جنيه. ايه يا حته؟ 5 جنيه ليه يعني؟ بيشتغل ايه يعني الراجل ده؟ عنده محل زيك ولا مؤاخذه يعني كان فقران زيك، بس ربنا بقى كرمه وبقى عنده 5 محلات وكل ده في سنه واحده. اكيد يعني شغال في الممنوع ولا حاجه. لا بصراحه الراجل ماشي في السليم قوي. في السليم وعمل الفلوس دي في سنه ازاي يعني؟ يعني ظبط نفسه بقى كده وراح مطور شغله وراح جايب واحده عملت له حاجه اسمها نيو لوك، دي بقى اللي ظبطت له كل الشغل. نيو لوك؟ طب بقول لك يا حته، يعني انت عارف انت صاحبنا وقد ايه انا بحبك، يعني ما تعرفش تجيب لي التليفون بتاع الست اللي بتعمل النيو لوك دي؟ عينيا يا برنس، انت تأمرني بس اشوف شغل بقى. الله يكرمك. الباشا امرني. اتفضل. اهلا 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 وسهلا حضرتك، معاكي يعني عادل سعيد. اتفضلي. انا اللي بعت لك اللي هو بتاع كلمني. شكرا يعني حضرتك، انا عندي بازار كبير جدا. غير كده حضرتك، انا بكتب شعر. ممكن حضرتك تلاقي مثلا الكلام ده مش مهم بالنسبه اللي احنا عايزين نعمله، بس انا قلت اقوله يعني وخلاص. اهلا وسهلا، انا ناني الورداني ستايلست. ستايلست؟ حضرتك انا عارف طبعا، يعني ان انا خدت نمرتك كمان من حته. حتة ده يعني حضرتك مش اهواجي ولا حاجة؟ لا حتة مكان يعني. بس اللي انت متعرفوش ان انا ليا اكتر من طريقة للشغل، هعرفهم لك وانت تختار الطريقة اللي تحبها. اي طريقة حضرتك يعني، انا معاكي.
بص حضرتك انت المسؤوله عن الحكايه دي، تقولي لي اعمل ايه بالظبط وانا ايدي لمؤاخذه يعني هتبقى على كتفك. احنا مش هنشتغل على الانترفيس الخارجي بس، احنا هنشتغل كمان على الداخلي. انترفيس حضرتك بصي انا غيرت الديكور بقالي فتره، يعني بقالي مثلا سنه تقريبا مغير الديكور كله. انت اخبار الانجليزي بتاعك ايه؟ الانجليزي لا يعني عارفه ما بستوعبوش قوي يعني. غريبه، انت بتشتغل في السياحه يعني كل شغلك مع الاجانب. لا حضرتك عارفه انا بفضل جدا السياحه الداخليه. شكلك كده هتاخد مني مجهود كتير جدا، بس نو بروبلم. نو بروبلم يعني ما فيش مشكله، دي عارفها يعني. بص حضرتك انا معاك واعمل اللي انت عايزاه، المهم انا اعمل ايه بقى؟ بص يا سيدي، نيو لوك بتاع الشخصيه بيتكون من جزئين. يعني بينزل على حتتين يعني. حتتين؟ حتتين. قشطه معلم، انا كده عرفت سكتك. بص بقى يا سيدي، الزبون يحب دايما اللي ينصب عليه. ينصب عليه ايه؟ لا لعلمك انا عمري ما حبيت حد ينصب عليا وما بسيبش حقي ابدا. لا افهمني، انت دلوقتي لو واقف في البازار بتاعك ولابس قميص ثمنه 1000 جنيه ودخل لك زبون يشتري حاجه ب 2 جنيه، لو انت قلت له 10 هيدفع عشان هيكسف منك. وايه اللي يكسفه يعني الزبون؟ يعني هيشوفك برنس كده يكسف انه يفاصل معاك في جنيه ولا 2. تصدقي صح، هدي فهمتها، برافو عليك. الحاجة التانية بقى، أسلوب حياتك كله لازم يتغير، طريقة كلامك، مشيتك، قعدتك، أنت لازم كل حياتك تتغير، لازم تكيس كل الناس اللي حواليك. أكيس كل الناس؟ بس كده يعني متهيألي الأكياس هتاخد نص الميزانية يعني. مش مشكلة، هي هتجيب لك أكتر من اللي أنت دفعته بكتير. صح برضه، بس في حاجات كتيرة أنا مش عارفها، يعني طريقة الكلام، طريقة اللبس، يعني الإتيكيت وكده يعني. أمال أنا بعمل إيه؟ أنت سيب لي نفسك خالص وخليك ورايا وأنت مغمض، وأنا هخليك زي الكتاب ما بيقول. ماشي، أهم حاجة بقى، هنستلم الكتب إمتى؟ يا بنتي ركزي ركزي وحلي التمرين ده، أهو وصلي هنا بهنا. يا جماعة بصراحة بصراحة أنا حاسة كده إن عادل قلب فجأة بقى أراجوز بعد النيو لوك اللي كله عمله ده. والله هو مطلوب النيو لوك دون، بس يعني هو هي از اوفر يعني مش مفروض يبقى بالشكل ده. الراجل ما يعبوش الا جيبه، وبعدين ابني مخلينا مش عايزين اي حاجه خصوصا الايام دي، الحاجات جايبها بزياده قوي 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 قوي. ايوه بصراحه يا حماتي عادل اتغير جدا، بقى واحد تاني ويهتم بالمناظر والمظاهر اكتر من اللازم، وبقى حاجه كده محبطه بصراحه. انا شخصيا معجبه جدا جدا بالنيو لوك بتاع ابي عادل. انا بحب قوي بابا عشان شكله بقى يضحكني. يا ياسمين ركزي ركزي يا ياسمين، انت بتدوري على اي حاجه تشتتك. خش 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 يا رجاله، خش حطولي الكمبيوتر هنا، ويا ريت تفتح لي اللابتوب عشان اشوف في حد بعت لي ميل ولا حاجه. الموبايلات معاك؟ تمام يا ريس. هتفضل معاك عشان ترد على الناس كلها. الشنطه بتاعتي فين؟ الشنطه دي موجوده. طب كويس قوي، خد يا رجاله خد يا رجاله، يلا شبرقوا نفسكم. خد ادي 100 جنيه ستايل عالي يا ريس. ادي 100 جنيه ماشي يا ريس. 100 جنيه ماشي يا ريس. ناقص عادل ده ناقص محدث نعمه. ها اخبار الغدا ايه؟ عاملين لي غدا ايه النهارده؟ عاملين لك جمبري يا حبيبي. جمبري هايل، انا بحب الجمبري. ياسمين روح اقفلي الباب بسرعه بسرعه. خدي ياسمين. ايه هتقفلي الباب ليه؟ انت مش سامعه ماما بتقول في جمبري؟ ايوه. طيب خلاص، خلي الجيران يعرفوا ان احنا عندنا جمبري وبناكل جمبري، ويا ريت كمان لو في القشر اللي فضل من الجمبري ده ترموه بره على الباب. يعرفوا ايه اذا كان ده نص كيلو جمبري وخمسة كيلو رز؟ يعرفوا ايه؟ ايوه اللي بيشم ما بيوزنش يا حماتي. ناقص ناقص ناقص. المهم الجمبري بعد حتى ما قشرتوه حتى لو نص كيلو، طلع قشر ولا ما طلعش قشر؟ طلع قشر. خلاص القشر ده بقى ترموه تبدروه قدام باب السلم عشان كل الناس تعرف ان احنا واكلين جمبري يا اخوانا ستايل. وبعدين ده مش ستايل داخلي بس، ستايل داخلي وخارجي كمان. ايوه بس كده القطط هتتلم عندنا. حتى لو القطط اتلمت، القطط هتعرف ان احنا واكلين جمبري، هتقول للكلاب، الكلاب تقول للفيران، يبقى كل الكائنات الحيه عرفوا. بقول لكم عشان كده ده ستايل داخلي وخارجي. نيو لوك داخلي وخارجي وعلى السلم. ها لو سمحت انا مش عايز اعتراض كتير. بس بقى يا عادل ده ما اسموش نيو لوك، ده اسمه قذاره. قذاره قذاره ايه؟ اما الناس يشموا ريحه الجمبري دي مش قذاره. الكلام ده لو بيشموا ريحه بتنجان، بيشموا ريحه فول مدمس، دي تبقى قذاره، دي ما اسمهاش قذاره. ولو انتوا خايفين على الريحه يعني قوي، خدي ياسمين تعالي يا حبيبتي، ازازه البارفان دي حطيها لو سمحتي على قشر الجمبري، وبعدين سيبيها جنب برضو قشر الجمبري.
حاضر يا بابا بس دي مليانه. بصي يا حبيبتي انت مش فاهمه بابا قصده ايه. قصده ان الكلاب والقطط بعد ما ياكلوا الزفاره والقذاره اللي عندنا يتبرفنوا فينزلوا الشارع الناس تعرف ان هم متبرفنين من عندنا. معقول الكلاب والقطط ينزلوا وسخين؟ برافو عليك يا سنة، ابتديتي تفهميني يا بابا. البدله يا باشا، البدله. تعالى يا مكواجي تعالى. حسابك كام يا ابني؟ 7 جنيه يا باشا. 7 جنيه تهبل ولا ايه؟ انا ادفع 7 جنيه البدله بثمنها 4000 جنيه؟ انت بتستهبل؟ امال كام يا باشا؟ يعني خد ادي 50 جنيه اهي. ده كتير يا باشا. انا ما تقوليش انا بقى اللي كتير، قول للجيران كلها ان انا رحت للاستاذ عادل سعيد واداني 50 جنيه مكوه بدله. حاضر يا باشا. ماشي. حاضر يا باشا، ده كتير والله. حضرتك ستايل ستايل يعني. خلاص تكل على الله. وبص يا ريت كمان تقول للجيران ان احنا النهارده دبحين جمبري والقشر كان مرمي قدام الباب. ها ده كتير يا باشا. ماشي. استنى استنى استنى، هات البدله هاتها. مش اتعودت عليه. يا مكواجي. ايوه باشا. خد البدله دي. ايوه باشا. خدها هدية عشانك، اتكل على الله. ألف شكرا يا باشا. عادل 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 عادل. ستايل ستايل يا جماعة، انتوا ايه مش فاهمين ولا ايه؟ أيوة أنا دولة. ها قربت من باب البازار ولا لسه؟ دولة. أيوة أيوة يا رمزة، أنا خلاص وصلت أهو جوه البازار، بقيت جوه خلاص. أه خلاص أنا شفتك بقى دولة خلاص. استنى استنى استنى، ما تقفلش ما تقفلش يالا التليفون، خلينا نتكلم كده. ليه يا دولة ليه؟ هو إيه اللي ليه؟ عايزين نقعد نتكلم في التليفون شوية. يا دولة عايزين نوفر كهرباء يا دولة. يالا كهربة إيه يالا اللي نوفرها؟ أنا عايز فاتورة التليفون دي تجي لي الشهر ده مش أقل من 3000 جنيه. أه طب يا دولة كنت عايزك يعني في طلب كده، وأنا كنت عايز عصاية اللي هي فرعونية. ألو 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 ألو، الشبكة إيه؟ تعالى كده تعالى الناحيه دي كده. الو الو. ايوه 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 الو ايوه ايوه دوله. كنت بتقول عايز ايه؟ كنت عايز منك يعني طلب كده، وانا عايز عصايه اللي هي الفرعونيه كده، علشان وانا بروح اجيب لك طلبات من الشارع العيال بقى بيشوفوني باللبس ده وانا بقى بيقعدوا يضربوني يا دوله. يعني وانا لما اجيب لك يعني العصايه دي هيمسكوا العصايه هيضربوك بيها يا غبي؟ لا يا دوله، ما انا هحطها بقى اعلقها كده على صدر بجنزير. ما الجنزير ده هيربطوك في اي عمود يد ويقعدوا يضربوك بالعصايه برده يا اهبل. يا دولة انت مش عارف يا عم ان انا كنت بلعب كونغ فول. كونغ فول؟ ما انت بقى يا زكي لو كنت كملت وخليتها كونغ فول وطعمية كان زمان بقى عندك مطعم دلوقتي مكسر الدنيا. اه يا دولة. الو 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 الو. يا دولة ما تفكرنيش يا عم، كنت زماني متنغنغ دلوقتي. الحمد لله انك انت مش متنغنغ. يلا بقى اقفل عشان طولنا كده. ماشي يا دولة، مع السلامة. عايز ابقى اشوفك بقى. الو 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 الو. ده الشبكة زبالة. التليفونات اللي معاكوا ما رنتش ليه لغايه دلوقتي يا فنديه؟ وانا اعمل ايه بس حضرتك؟ تعمل ايه ايه؟ شوفوا شغلكوا، اتصرفوا يا سيدي. امال انتوا شغالين معايا ايه؟ وبعدين لو سمحت انا عايز اسمع مزيكا من اللابتوب ده. الحمد لله. ايه ده؟ انت نزلت الترابيزه ليه لو سمحت؟ عشان اشغل اللابتوب. شغل اللابتوب وطلعها تاني فوق بعد اذنك، انا عايز كل الناس تشوف ان انا عندي لابتوب محطوط على ترابيزه. ولا رمزي؟ نعم دول. انا عايزك تفضل زي ما انت باللبس الفرعوني ده، والعيال مش اشكال لما يزفوك يالا، لان لما الناس يشوفوا العيال بيجروا ورا واحد لابس فرعوني يقولوا مين ده، يعرفوا ان ده الواد العبيط اللي شغال عندي في البازار. يعني انا بمثانه مدير دعامه واعلانات يعني. بمثانه؟ ايوه بمثانه المدير بتاع الدعامه والاعلانات. منك لله، بتقول كلام غريب. الو معلم تيتي. تقابلني في البازار؟ انا ما بقابلش حد في البازار يا معلم، اللي عايز يقابلني يقابلني في الكافيه، هو ده اللوك الجديد. امال ايه؟ وبالمره يبقى كافيه عمل. ايه الاكل ده كله عادي؟ انا كده بطني هتفرقع. يا عم ما تفرقع، ايه المشكلة؟ انت عايز يعني تخلي شكلنا وحش قدام المعلم مسخوط اللي هيورد لنا التماثيل؟ لازم يعرف ان احنا اللوك بتاعنا صح. ما كده هيطمع فينا ويفكر ان قرشنا بيطلع بالساهل، ولا غلط؟ لا غلط طبعا. انت بتتكلم ليه؟ سيبنا انا اللي اتكلم معاه. هو انت اللي عامل النيو لوك ولا انا اللي عامل النيو لوك؟ ربما بس يعني ما بسش ولا حاجة. انا بقول لك اهو، يعني انت اللي هتبقى المتحدث الرسمي؟ ايوه انا اللي هبقى المتكلم الرسمي لكل الناس بتوع البازارات. مساء الفل يا رجاله. اهلا اهلا، ازيك يا معلم مسخوط؟ اهلا معلم. وسهلا منور. تشرب ايه؟ ايه اللي يشرب ايه؟ تاكل ايه يا معلم مسخوط؟ لا 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 لا، لسه دبب عكاوي. خلاص تحب الف لك مثلا سمكتين بوري تاخدهم معاك في ورقه تاكل العيال في البيت؟ مفيش داعي، نخش في الموضوع. طلباتكوا ايه؟ لا عدم المؤاخذه يعني الكلام هيبقى معايا انا، لان انا المتحدث الرسمي باسم كل اصحاب البازارات. يعني انت مش شايف نيو لوك ولا ايه؟ ماشي، بس طلبيه زي اللي مطلوبه دي ثمنها ما يقلش عن 70,000 جنيه. ايه
70,000 جنيه. احنا جايين نشتري ترمس ولا ايه؟ لو سمحت يعني راعي المنظر وراعي النيلوك اللي انا عامله ده. طيب يا سيدي ما تزعلش. طب انا عندي طلبيه بس ما بتطلعش الا الغالي، تمنها 100,000 جنيه. 100,000 جنيه؟ انت كده بتشتمني يا عم. اشتمني انا بس خلص. ايه ده ايه ده ايه ده، انت بتتكلم ليه بالاولد لوك اللي انت عامله ده؟ هو انت اللي عامل نيو لوك ولا انا؟ لو سمحت ما تتكلمش. راعي منظري. منظرك ايه ده اصلا منظر؟ وبعدين اتفضل، عندك طلبيه تانية غير الموميه دي؟ ب 150,000 جنيه. 150,000؟ ممكن دي تبقى طلبيه كويسه. خلاص جايين في ال 150,000 دي. جايين في ال 150,000؟ طب انا بره البيعه دي. سلام عليكم. بقى كده تيتي وبتسرق الفراخ وانت ماشي ماشي ماشي. عموما الطلبيه دي انا هاخدها لوحدي بس على شرط. ايه؟ تعلن لكل اصحاب البازارات في المنطقه ان المعلم عادل سعيد خد طلبيه ب 150,000 جنيه. بس كده؟ بعدين يا رمزي فات شهرين من ساعة النيو زفت اللي أنا عامله ده ولغاية دلوقتي مفيش أي حاجة حصلت، وأنا صرفت كل فلوسي على النيو لوك وعلى النيو من اللي حواليا دول. أمال أنا يا دول أقول إيه يا دول؟ ده أنا جسمي كله بقى فقاقيع من كتر الطوب اللي العيال الزغنططة بتزقلني بيه. تزقلني بيه؟ أنت قديم قوي يالا. إيه الكلمة القديمة دي؟ ما اسمهاش تزقلني يالا، خليك مع النيو لوك يالا. أمال أقول إيه يعني؟ يعني تقول الطوب اللي العيال بتشقلطني بيه. اللي بتشقلطني بيه هي وراسي دول بقى. اتنين شاي بتوع زمان. ياه رجعنا تاني للشاي بتاع زمان. الحمد لله يا دول ان احنا لقيناهم اصلا. مالك بتبصلي ليه كده حته؟ يلا امشي بقى غور من وش، عشان انا مخنوق منك من الصبح. انت لسه زعلان مننا يا رمزي؟ ايوه زعلان يا حته، عشان بتشوف العيال الصغنطه بتضربني وما بتحش عني. حقك عليا يا رمزي. يا دول بقى. ايه ده؟ ايه دول؟ معقولة؟ معقولة؟ اهلا وسهلا مع حضرتك عادل سعيد زميلك في نيو لوك. زميلي؟ ايوه حضرتك، انا الدفعة اللي بعديك على طول عند ميس ناني الورداني. وانت بقى اللي بعدت حتة عشان خاطر ياخد النمرة؟ صدق ما عرفتكش. لا ما حضرتك انت عارف النيو لوك ده اتجاهات، انا عامل شكل جديد واتجاه جديد في النيو لوك يعني. وعامل ايه في النيو لوك؟ والله بعك بعك بعك. حضرتك انا عايز اسالك سؤال مهم جدا. حضرتك يعني ازاي تفوقت يعني مع النيلوك اللي انت عامله ده يعني؟ ناني دي كانت دفعتي وانطردت من الرابطه. دفعتك وانطردت كمان؟ طب ما دام انطردت بتديني رقمها ليه؟ وانت عايزني اديك مفتاح سر نجاحي؟ يا عم هو سر الارض، انت كده لبستني في الحيطه يا باشمهندس. لبستك، واتمنى بقى ان الحيطه تكون طلعت على مقاسك. وانت كمان. ماشي يا رمزي ماشي. طب يا رجاله انا متشكر يعني لمجهودك، والله يعني تعبتكم معايا الفتره اللي فاتت. طب والقبض بتاعنا؟ القبض بتاعكو القبض بتاعكو مع الواد رمزي خدوه منه كده. مش ستايل كده يا دوله. يلا في ايه يلا؟ انت مش خلاص خلصت من موضوع النيلوك ده؟ العيال بيضربوك تاني ولا ايه؟ ايوه دول عمالين يضربونا دول، وانا مش عايز بقى، تقريبا اتعودوا على كده، انا مش عايز احرجهم. يا سلام يا رمزي، طول عمرك قلبك حنين. هاي، ايه ده؟ اولا فين النيلوك بتاعي؟ وثانيا فين بقيت حسابي؟ الحساب يوم الحساب يا قطه. ايه ده؟ انت هتنصب ولا ايه؟ بصي حضرتك انا خلاص جبت اصلك وفصلك. اول حاجه حضرتك اسمك نعيمه ابو ورده. تاني حاجه حضرتك ساكنه في حاره البوشي المتفرع من ترعه ناهيه بجوار مدافن الصدقه. لا بقول لك ايه، العنوان ده غلط. اولا هي مش مدافن صدقه، دي مدافن زكاه. يا سلام، اهو صدقه زكاه كله بثوابه. لكن بقى حضرتك انا مش مسامحك حتى لو زكيتي على كل الميتين جيرانك. بقول لك ايه، انت ما تعرفنيش. مبروم على مبروم ما يلفش يا اخويا. حسابي هاخده يعني هاخده. ده انا نعيمه ابو ورده. يا استاذه نعيمه حرام عليكي حرام عليكي، ده انت خلاص كنت ضيعتي مستقبلي. ده العيال الزغنطتين كانوا خلاص هيهزقوني. كانوا لسه هيهزقوك؟ امال اللي في وشك ده ايه؟ نيولوك.